كم عدد الحضور؟ 40. كم وقت الاجتماع؟ مدير لو أريدك بأمر هام. ماذا هنا؟ المدير وانغ يريد مقابلتك. ماذا يريد؟ لا أعلم، لكن الأمر ضروري. حسنا، سأذهب إليه. ما قمت به أمر لا يدل على الأمانة. قلت لي إنك لم تحصلي على شهادة توصية من سايتك لأنك قدمت استقالتك بشكل مفاجئ. صحيح. لما لم تخبريني بالسبب الذي دفعك للاستقالة؟ إن مجال الفنادق ليس كبيرا وليس صغيرا أيضا، لكن فنادق الدرجة الأولى مثلنا قليلة، ونعرف جيدا تنقلات الموهوبين من الموظفين. قبل عدة أيام التقيت مديرك السابق وأردت أن أسأله أكثر عن خبراتك السابقة، وسألته عن سبب استقالتك. ما سمعته مجرد سوء تفاهم ليس إلا. فندقنا من الفنادق العريقة، ونهتم كثيرا في آراء زبائننا، وسواء أكان ما حصل سوء فهم أم لا، فقد قمت بمشكلة دفعتك إلى تقديم استقالتك، ونحن هنا لا نريد أن تسببي نفس المشكلة مرة أخرى. سيدي، أنا بحاجة لهذه الوظيفة. أردت أن أبدأ صفحة جديدة في هذا الفندق، والماضي لن يؤثر علي بأي شيء أبدا. سواء سيؤثر أم لا، دعي تقييم الأمر لي. أنت لا تزالين في فترة تجريبية بعد، ولا أريد أن أضيع وقتنا، وأنا أرى أنه لا داعي لأن تكملي العمل لدينا هنا. أرجوك فلتعطني فرصة. Thank you.
هي، ماذا تفعل؟ لا شيء، تعال ونظف أسناني. هيا، ألن تغير أسلوبك يا مينغ؟ من هي فريستك هذه المرة؟ أنت تظن السوء بي، لدي أمر جاد هذه المرة. أي أمر جاد هذا؟ ولما لا أعلم عنه؟ وكيف تدعي أنك لا تعلم؟ أليس من المفترض أننا سنغير كراسي العلاج؟ عينت عدة أنواع، لكن بالنهاية اقتنعت بماركة ألمانية، إنها أفضل كراسي علاج الأسنان وهي ممتازة. أعرف ذلك الكرسي، ذكروه سابقا في الأخبار الطبية. ها، بما تفكر؟ وجدت طريقة لاستيراده؟ اجتماع اليوم سيكون مع الموزعين الحصريين تحديدا، بل مع فتاة. وإذا لم تكن فتاة، ألا أستطيع أن أبدو وسيما؟ خذني معك إذن. لا داعي لذلك، إذا لم أحصل على عرض منها سأطلب منك التدخل. أتعرف كم سعر الكرسي الواحد؟ كم؟ 700,000، وهدفي شراؤه ب600. سيكون من الجيد إذا وافقوا لنا ندفع عن طريق الأقساط. إذن يبدو أنك تفكر فقط في هذا الاجتماع. حسنا، استلقي. أجل، نظفها جيدا. سأغسل يدي أيضا. هل لو بخير على حد علمك؟ لما تسأل؟ اشترت سيارة قبل عدة أيام وتفخرت بها أمام الجميع، لماذا تريد بيعها الآن؟ كيف عرفت هذا؟ نشرت عرض البيع في أحد مجموعات الصداقة. لما يا ترى؟ ألو؟ ما الذي تفعلينه؟ ها؟ تبيعين السيارة بعد أيام من شرائها؟ ستخسرين من سعرها، ألا تقدرين المال؟ ها؟ لكن ما الأمر؟ هناك شيء؟ علي الذهاب. هاي، وأسناني؟ نظفها بنفسك على المرآة. وماذا بشأن الصفقة؟ يبدو أنني سأتولى الأمر وحدي هذه المرة يا تشينغ. لا أصدق. حسنا، سأنظفها بنفسي. يالو، لم لا تستريحي قليلا؟ أركض لأنني غاضبة. أعرف ذلك، لكن لا تبالغي، ستتأذين. لو، ما بك؟ ماذا حدث لتبيعي سيارتك؟ انطردك الفندق فهناك غيره، وكذلك بيع ممتلكاتك بخسارة يسمى تبذيرا. أعرف ذلك جيدا، قابلت 6 فنادق وهناك 5 فنادق مهتمة بتركي لعملي السابق. سيرتي الذاتية عبارة عن ماض أسود. يا لصراحتك، هل حقا قابلتهم؟ ولم سأكذب عليك، ليس هناك إلا 4 فنادق 5 نجوم وكلهم يريدون أن يعرفوا سبب استقالتي. وهل هناك حل آخر؟ هناك فندق 4 نجوم، سأتقدم للعمل، أفضل من لا شيء. أنا مضطرة. لن أسمح لك، لا تقبلي بالعمل هناك. إن قبلت العمل في فندق كهذا سيؤثر سلبا على سيرتك الذاتية، وإن أردت العمل في فندق رفيع المستوى فهل سيوظفك أحد؟ لا أحد. لا أصدق هذا، انكسري كحجر كريم وليس كزجاج. إما عمل جيد أو لا تعملي أبدا. يا دكتور تشينغ، تقول هذا وكأنه سهل. أنا أصرف على نفسي والدخل المادي هام جدا، كيف سأعيش هكذا بدون نقود؟ لديك أنا.
سأعثر لك على وظيفة براتب أفضل من راتبك كمديرة مطعم لكبار العملاء. كل ما عليك هو أن توافقي. أحد مرضاك مدير فندق؟ طبعا لا، لكنني صاحب عمل. لم لا تعملي في عيادتي؟ لا أقبل المزاح. أنا لا أمزح على الإطلاق، أنا جاد بهذا. لا أفهم بالأسنان إطلاقا. اسمعي جيدا، وسعي أفاق تفكيرك. عملت طويلا في قطاع الفنادق ولديك علاقات كثيرة مع عملاء أثرياء، ونحن نحاول التطوير من مستوى عيادتنا، وما نحتاجه إليه الآن هو زبائن أثرياء وأصحاب شركات، وأنت مؤهلة للعمل كمسؤولة علاقات عامة. سيكون العمل سهلا. أليس هذا المطعم الفرنسي رائع؟ أعرف أنك عشت فترة من حياتك في فرنسا، أريدك أن تتذوقي الطعام لتعرفي إن كان أصليا أم لا. أريد صحن سلطة، فعلي العودة للعمل. سلطة؟ إذا كان لديك عمل لا تأكلين؟ أعرف الهدف من دعوتك لي، فما رأيك أن تكون مباشرا معي؟ أقرأت نسخة العقد التي أرسلتها لك؟ قرأتها، لكن ما البند المرفوض في العقد؟ يا إلهي كم أنت مباشرة وصريحة. حسنا سأكون صريحا، هناك مشكلة في السعر. نحن لسنا سوى موزعين، والسعر تحدده الشركة المصنعة في ألمانيا، فلا مجال للتفاوض. حسنا إذا ما رأيك بالأقساط؟ عيادتكم لا تتوافق مع متطلباتنا، آسفة. حسنا سأختصر الأمر، حاليا شهرة العيادات ذات المستوى المتقدم عالية، وسعر الكرسي الذي نبيعه غالي، ولكنه الأفضل. الكثير من العيادات أوصت بشرائه وتنتظر الاستلام، ولهذا السبب لا نكترث بالمشترين الجدد. أفهم منك بأن السعر ثابت ولا نستطيع الدفع على أقساط؟ أجل، ولأننا دخلنا السوق للدوم، فيجب أن نقيم مستوى العيادات ومدى مهارة أطباء الأسنان، فالشركاء الألمان مهتمون برأي العامة. لو سمحت أريد طبق سلطة. حسنا. أيمكن أن أقوم بهذا؟ عملك السابق كان التواصل مع ضيوف الفندق، وهنا التواصل مع المرضى. المطلوب مديرة للعلاقات العامة؟ مديرة علاقات عامة ليست سوى مسمى، ففي النهاية تعملين في الخدمات، أليس كذلك؟ ثم إنني أعرف جيدا ما كنت تفعلينه في وظيفتك السابقة، كنت تقدمين الشراب والسيجار لزبائنك، وهذه وظيفة مذلة حقا لك. إذا أتيت للعمل لدينا سيكون وضعك مختلفا. المرضى الذين يأتون إلينا سيطلبون منك المساعدة وسيتكلمون معك بكل احترام وأدب. الوظيفة تبدو رائعة، إنما لا أعرف. اسمعيني جيدا، سأحسب مصاريفك الحالية ثم قرري إن أردت العمل أم لا. كما أخبرتك في السابق أنت مستقلة تماما، واحدة في بيجين، وتدفعين 3000 شهريا، ومصاريفك اليومية تقدر تقريبا ب1000 شهريا، صحيح؟ وملابس ومكياج 1000 أخرى. لا أضع المكياج. صحيح، لكنك تشترين ملابس كثيرة، هذا التقدير أقل من الواقع. ومناسباتك الاجتماعية 800. لست اجتماعية. كأنني أفهم منك أنه ليس مرغوبا بي. هل توقفت عن مقاطعتي رجاء؟ وتصرفين أيضا على الهدايا وعلى أصدقائك تقريبا 500 شهريا. من الجيد أنك لا تعرفين الكثير من الأصدقاء هنا، لكن مصاريفك الشهرية لا تقل عن 6000 شهريا تقريبا، و5000 دفعة للسيارة، تحتاجين ل10000 شهريا، فمن أين؟ أعرف، يجب أن لا أكون عنيدة. لذلك أقول لك، إن أتيت للعمل في عيادتنا ستحلين مشاكلك، إن وافقت يمكنك البدء غدا. أعرف أنك تظنين أن عيادتنا صغيرة نوعا ما، المكان صغير جدا ليسع شخصا مرموقا مثلك،
لكن أنت لا تعملين حاليا. اعتبري الأمر تجربة لترتاحي وتغيري من بيئة عملك القديمة، ومهما كانت التجربة ستتمكنين من تأمين مصاريفك ودفعة السيارة. سأجرب أن أعمل معك، إنما لا تقلق، إذا رأيت بأنني لست قادرة على العمل فسأستقيل فورا. اعتمدي علي أنا طبعا. ها؟ لا لا لا، ما أقصده ليس عليك البقاء إن رأيت نفسك غير قادرة على أداء الوظيفة، ألم تعتبري هذا معروفا مني؟ نعم سيدي، سيدي سأبدأ بالعمل من الغد. أراك غدا. ألو، ماذا حدث؟ تمت الصفقة؟ لم أرى مثلها امرأة في حياتي، أنا وهي كالنار والزيت. ألم تحترمك أبدا؟ أي احترام، لم تعطني وقتا طويلا ولم أستطع أن أظهر لها مهاراتي في الحوار. تيقنت أنني أخاف من سيدات الأعمال مثلها، يحاولن دائما جعل الرجل يبدو أحمقا أمامهن. أنت قاس بعض الشيء. المشكلة أن كلامها واضح وكل شيء قالته منطقي تماما. أنا أفهمك، تقصد أنها قضت عليك وعلى طلبك، ها؟ لماذا أنت غاضب إذن؟ عد إلى هنا. إنني أكره نفسي. أخبرني كيف صارت أمورك مع لو؟ ليس من شأنك. توقف عن الهراء وأسرع بالعودة، أريد أن أراك. لدي أمر مهم، لن أعود الآن، لا أريد رؤيتك. صباح الخير جميعا زميلاتي وصديقاتي العزيزات، جمعتكن هنا اليوم لأعرفكن على زميلتي الجديدة لو، رحبنا بها. تشرفت بلقائكن. إن خطتنا بتوسيع العيادة تحتاج لمتطلبات أكثر، ستكون لو مديرة العلاقات العامة لعيادتنا، ستعمل على توسعة قاعدة البيانات والمحافظة على علاقة جيدة مع الزبائن. شكرا وأتمنى أن نعمل جيدا. ها، ما بك؟ ماذا تفعل؟ ها؟ ها؟ قل لي، منذ متى تحتاج عيادتنا لمديرة علاقات عامة برأيك؟ بالأمس. بالأمس؟ أجل، منصب جديد. أنت محتال يا صاحبي. أردت مفاجأتك فقط يا صديقي. أغرب عن وجهي وإياك. ألم تتناقشا بعملي هنا؟ هذا غير ممكن، ناقشنا الأمر في السابق حتى أنه جهز مكتبا لك. هيا تعالي معي. مديرة علاقات عامة؟
ها هو، تفضلي ادخلي. ها ها هو مكتبك، هناك فوضى كثيرة لأننا لم ننظف. لا داعي للعجلة، رتبيه على مهلك. مكتبي موجود بجوار مكتبك، إن أردت أي شيء فتعالي وانظري لهذه الميزة. هيا اجلسي، ارتاحي قليلا، هذا مقعدك. ها لا تتعجلي، ستتعلمين كل شيء وهذا حاسوبك. عن إذنك. ماذا تفعل هنا؟ لديك مرضى كثر لتعالجهم، لم تلحق بك أني أمك؟ هاي هاي هاي، تعال. ماذا؟ تسعى لشيء ما، إنك تمشي للأمام بخطوات ثابتة، أفعالك تدل على أنك جاد لتحصل عليها. كف عن قولي أحصل عليها. وما هو دافعك لتعيينها مديرة علاقات عامة؟ حتى لو كانت صديقة، علي مساعدتها وقت الحاجة، وكذلك أنا مسؤول عما حدث لها وجعلها في هذه الورطة. تشينغ، لا تدعي الكذب. أنا لا أدعي. لا تدعي؟ هذا صحيح. حسنا، إذا كنت حقا لا تدعي فهناك مشكلة في عقلك. كيف تقول هذا يا مينغ؟ ما الخطأ فيما أفعله؟ إذا قلت إنك معجب بها الآن ستكون أفعالك طبيعية. من أجل الحب يضحي المرء بالوقت والمال، لكن بأسلوبك أنت، ها؟ في كل مرة تذكر بها تلك الفتاة تشعر بالذنب ولوم النفس، هذا جنون. قل لي يا تشينغ، هل هذا شعور حب أم شفقة على الفتاة؟ لم أصل بشعوري إلى مستوى الشفقة بعد. ما أقصده هو أنت، أنت شخص لديه قلب ودود وشاعري للغاية، وأعلم أنك ستبذل قصارى جهدك لتساعد الفتاة، ألم تفعل ذلك؟ انظر إليها، كن صريحا مع نفسك، هل أنت معجب حقا بها أم تشعر بالشفقة؟ هيا أخبرني رجاء. مؤخرا أصبحتما مقربين من بعضكما البعض، أنا أهدئ من أحاسيسك في مثل هذه المواقف لأنك تختلف عني. صحيح، فأنا لا أهتم إلى مثل هذه العلاقات، أما أنت فتبدو مشوشا. أعرف ما أفعل، وكذلك سيتم اقتطاع راتبها من حصتي في العيادة، ولا ندفع شيئا من رأس مالنا. تنظيف الأسنان والتسوس ليستا مشكلتين كبيرتين، يجب اتباع أسلوب حياة جيد. قم بإجراء تنظيفات دورية واختر أفضل منتجات تنظيف الأسنان. هدي أعصابك وافتحي فمك من فضلك. تحبين رداء الأطباء؟ ماذا تقصد؟ بالطبع مختلف بعض الشيء، في العادة يبتسم ويضحك، لم أتوقع أن يكون محافظا. ومع هذا جعل الكثير من الممرضات يقعن في حبي. شخص مثله متعدد المواهب،
في الصباح يرتدي رداء العمل ويكون جادا، وفي الليل يلبس أجمل الملابس ويكون في أبهى حلة ليساعد العشاق. كل البشر يريدون منفذا لحياتهم، لكن أسلوبنا يختلف من شخص لآخر. أنا أعرف تشينغ إنه صعب التعامل، يخفي مشاعره في أعماق قلبه. وداعا. لماذا لا تأكل؟ كل أنت ودعك مني. اجلسي اجلسي. ها ها، هذا الطعام لك. إذن كيف كان العمل؟ قرأت كل المعلومات حتى أحفظها. أوه، حقا تقولين؟ عرفت من صاحب أكبر حصة في العيادة؟ نعم، وشكرا لمنحي فرصة للعمل. أهلا وسهلا، ولكن أشكره هو. ها؟ ألديك مهمة معينة تود أن أقوم بها؟ ألم يخبرك بأن تعتادي على العمل أولا؟ نتحدث لاحقا. ألديك مهمة ترغب بأن أقوم بها؟ لم تطلب مني العمل هنا كي أكون عالة على المجتمع. ما هذا الذي تقولينه؟ وهل أنا غبي لكي أعينك بخسارة؟ هناك مهمة لك. أليست هي مديرة العلاقات؟ أحد موزعي المعدات الطبية رفض عرضنا، تولي الأمر. توقف، لا ترمي عليها مهمات عليك أنت فعلها. إن الأمر ليس مسؤوليتي وحدي، إنها صفقة العيادة، فإن شراء 5 مقاعد جديدة للأسنان ستكلف أكثر من 3 ملايين، وبدون خصم سيكون من الصعب الحصول عليها. لكنها جديدة، كيف ستفهم هذه الأمور من البداية؟ أفهم جيدا. تريدون خصما من سعر بضائع محقة؟ سأتولى الأمر. كلا. ليه؟ أيمكنك؟ أستطيع ذلك، كنت أتفاوض مع الموزعين في الفندق، يمكنني. إذن سأرسل لك الملفات. حسنا. تعملين لساعة متأخرة في أول يوم؟ لا داعي لأن تتعب نفسك لتحاولي إعجاب رئيسك. الأمر أصعب مما توقعت، فهناك معلومات معقدة أقوم بدراستها. أتيت بسيارتك؟ لما لا توصليني معك؟ ستذهب لأبيك؟ أجل، سيارتي معطلة اليوم، أوصليني هناك وسنتعشى معا. لا أريد، سوف أكمل هذه. كفاك ادعاء، معدتك تصرخ من الجوع. هيا سأشرح لك في الطريق، ذلك أسرع من القراءة وحدك. ستفعل ذلك؟ بالطبع سأفعل ذلك. هيا لنغادر الآن. جيد. حسنا. أن تعمل موظفة لساعة متأخرة يجعلني أشعر بالطمأنينة. هيا بنا. التقيتما في مستشفى للأسنان؟ في الامتياز بعد التخرج، كان هناك منذ 3 أعوام. لا يبدو عليه أنه دكتور أسنان.
بالطبع انه طبيب اسنان، لكن بعد سنوات طويله اصبح ساخرا ومهملا في العمل. وكيف تشاركتما معا؟ من اجل الحريه. في المستشفيات هناك امور لا يمكننا فعلها، لكن بعد ان تركت العمل عرفت اننا نعيش في عصر التواصل الاجتماعي، والاهتمام بالمظهر الخارجي اهم من اشياء اخرى. هناك الكثير من سوء الفهم نحو العيادات الخاصه، لذلك انا احب عيادتنا وساعمل جاهدا لارفع من قيمتها. كرسي علاج الأسنان يتراوح سعره من 50,000 إلى 1,000,000. إنه باهظ الثمن. الأمر أشبه بالسكين التي يستعملها الطهاة. فالطاهي العالمي المرموق يستعمل سكاكين مصنوعة يدويا وذات جودة عالية. بالطبع يمكنك العثور على سكين في السوق بسعر رخيص جدا، لكن هناك فرق بين الطاهي العادي وبين كبير الطهاة. فهمت الفرق؟ يبدو أنك طموح، ستصبح مشهورا. انظري إلى العيادات الكثيرة المنتشرة في أنحاء بيجين ولاحظي. عندما تكون فروع العيادة كثيرة فعلى الأغلب سيهتمون بالعدد لا بالجودة، وتستخدم كراسي رخيصة الثمن. لكن عيادة صغيرة مثلنا نركز على المهارة والمعدات. كالفرق بين المطاعم الرخيصة والمطاعم المشهورة. هذا صحيح، فكلما ازداد عدد العيادات الصغيرة سنتمكن من تقديم أفضل علاج، وسنتمكن من تحسين وجهة نظر العامة بالعيادات الخاصة أيضا. ألا تخاف من الخسارة؟ اعتبري أننا نتبرع لتحسين صورة عملنا. مثالي، تشعر بالمسؤولية تجاه عملك. هي. في نهاية الأمر أنا طبيب، وأقسمت اليمين عندما تخرجت من كلية الطب. قسم المهنة. سأصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال، باذل الجهد في إنقاذها من الكوارث والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم وأكتم سرهم، وأن أقدم الرعاية الطبية للقريب والبعيد والصالح والطالح والعدو والعدو، وأن أثابر على طلب العلم وأسخره لفك لسانا لا لأذى. مع ذلك كثير منا لم يقاوم الإغراءات ونزعوا رداءهم الأبيض وبدأوا ببيع الأدوية والمعدات، وآخرون غيروا مجالهم. لكنني أذكر تلك اللحظة من ذلك اليوم. كانت مشاعري يومئذ صادقة. عندما رأيتك تعمل تأكدت بأنك طبيب مخلص. إن كنت تقولين بأنني مخلص هذا يعني أنني لست سيئا. عندما أقسمت هل جو كانت معك؟ لا تنسى ذلك اليوم. أبقيت معها على تواصل عندما هاجرت؟ اتصلت مرة واحدة بعد أن فصلت من عملك بسببها، لكن ما قلته لها كان قاسيا ولم نتكلم بعدها. ماذا تقصد؟ أدافعت عني؟ أدافع عن الحق وليس الأشخاص. حسنا، سأساعدك إذن. الكراسي الخمسة ستكون لك. حقا؟ وعد. اتفقنا إذن. يا أميرتي، هي. لا تفقدي المزيد من الوزن، فأنت لا تحتاجين إلى حمية غذائية. هل يمكنك أن تأكلي بشكل أفضل؟ أعيش وحدي وأكل أي شيء. هي، كيف جرت قضية طلاقك؟ سونغ وافق على مطالبي، أنا الآن بأفضل حال. ذلك يتطلب الاحتفال. هذا ليس مناسبا.
أجل، أنت محقة، فما حدث معك يدعو للتشاؤم، لكن ما أقصده أنه يجب علينا أن نغير من عقليتنا مع هذا التغيير، فما حدث يعتبر العودة لحياة العزوبية، لهذا سنحتفل. قل لي إذن، ما أخبار تشينغ هاو؟ كيف هو؟ ألم يتصل بك أبدا؟ عندما تكلمنا آخر مرة وقع سوء فهم، فهو لديه رأي مختلف بلو. بخصوص هذا الأمر أتمنى ألا تحقدي عليه، فهو ولو في مرحلة الإعجاب الشديد ببعضهما البعض. إنه أكثر شخص استفاد من طرد لو من عملها، فهي في عيادتنا وهو الآن يراها بشكل يومي. ماذا تعني بذلك؟ لقد وظف لو لتعمل في عيادتنا، فلذلك لا تفكري كثيرا بهذا الموضوع، انسي الأمر. عملها بالعيادة أمر مفاجئ بالحقيقة. محقة، هاي كيف حالك أنت؟ ما هي خطتك؟ لقد حصلت على شروطك بالطلاق وحصلت على ممتلكات كثيرة، هيا أسرعي وعودي إلى هنا. لكنني عشت الكثير من السنين هنا، فماذا سأفعل إن عدت؟ هاي مهما عشت في الخارج فهي ليست سوى غربة صعبة جدا، يجب أن تعودي. وبالإضافة لذلك بيئة أمريكا مختلفة كثيرا عن بلادنا، وعند عودتك سيكون أمامك خيارات لا نهائية، يجب أن تبدأي حياتك مجددا. سأفكر. بعد إذنك سنتكلم لاحقا. لا بأس بذلك كو. هاي اتصلي بي في أي وقت، في أي وقت، فأنا متوفر. حسنا، باي باي. مرحبا، هل بإمكاني الدخول؟ تفضل. حزمت كل أمتعة. أخبرتك أنه بإمكاني حزمها. كي لا تنسى أي شيء ولا تعذب نفسك بالعودة، كل متعلقاتك هنا، إذا لم تعثر على شيء ما فلا بد أنك أضعتها، فلا تعود. الطلاق لا يجعلنا أعضاء، لما تتحدثين هكذا؟ عدم التحلي بالليونة لن يفيد أحدا، الوضوح أفضل. هل يمكن أن ألقي نظرة أخيرة؟ Thank you.
منزل اللاصقة بعد 48 ساعة. في الماضي طلبت مني أن أصلحها، لكنني لم أهتم، وبعد التفكير تيقنت أن الحفاظ على المنزل أهم من أي شيء، ومع ذلك فشلت.